في إطار ردود الفعل المنددة بجريمة قتل الطفل الكردي أحمد معمو على يد أحد المستوطنين في عفرين المحتلة شمال غربية سوريا، أعربت رابطة عفرين الاجتماعية عن إدانتها واستنكارها لهذه الجريمة التي تندرج ضمن جرائم وانتهاكات عديدة يرتكبها الاحتلال التركي وفصائله الإرهابية بحق من تبقى من سكان عفرين الأصليين. الرابطة طالبت في بيان من أمام مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في مدينة قامشلي شمال شرقية سوريا المجتمع الدولي والجهات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان بالتحرك لوقف الانتهاكات التركية وإنهاء الاحتلال الذي سبق وأن ارتكب ولا يزال جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. نحن وباسم رابطة عفرين الاجتماعية ندين ونستنكر هذه الجريمة البشعة وكل الجرائم التي تستهدف أهلنا في عفرين. نطالب الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية التي تعنى بحقوق الإنسان والأطفال، ونحث المجتمع الدولي بالكف عن صمتهم وإلى الأولوية بأقصى درجات الاهتمام للأوضاع الإنسانية وضرورة تكثيف الجهود للعمل على وقف الانتهاكات. العفرينيون حملوا الاحتلال التركي المسؤولية الأولى لجريمة قتل الطفل أحمد وكافة الانتهاكات المرتكبة في عفرين المحتلة، منتقدين صمت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية إزاء الجرائم المتكررة من قبل تركيا وفصائلها الإرهابية. هذه الجريمة التي ارتكبت من قبل أحد المستوطنين في عفرين بحق الطفل أحمد، طبعا هذا الشيء يدل على مدى ثقافة الإجرام المترسخة الآن في عفرين، وأيضا التي تكون أيضا نتيجة خطاب الكراهية ونتيجة الفلتان الأمني ونتيجة سياسة الدولة التركية الاحتلالية التي تتحمل بالدرجة الأولى المسؤولية تجاه ما يجري في عفرين. ولاقت جريمة قتل الطفل أحمد معمود 16 عاما الذي عثر على جثمانه يوم الأربعاء داخل بئر بناحية جنديرس بعد نحره بالسكين من قبل مستوطن من ريف إدلب، لاقت ردود فعل غاضبة واحتجاجات شعبية في جنديرس بريف عفرين، طالب خلالها السكان بالقصاص من المجرم لترد الفصائل الإرهابية بإطلاق الرصاص نحوهم. وسبق لناحية جنديرس أن شهدت عشية عيد النوروز العام الماضي جريمة بحق عائلة كردية ارتكبتها الفصائل الإرهابية التابعة للاحتلال التركي خلال احتفال العائلة بالعيد، ما أودى بحياة 4 أشخاص.